سكر عيون وطير بالموسيقى. وإذا قلت إن أحبك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا والله. Buckle up special edition with this incredible guy. إيش نقول يا أخي؟ ما شاء الله عليك. That's synaptic. حبيبي السلام عليكم أول شيء. كيف حالك؟ مرحبا. I'm great. أنا ممتاز. أنت كيف حالك؟ يا أخي أنا ممتاز بشوفتك. أنت إيش سويت؟ يعني أنت ما شاء الله عليك. أكيد لما يطلع هذا اللقاء حيكون نزل فيديو. Shout out to Warner Music من الإيست. أنا شفت ال شفت الفيديو وشفت ال ما أعرف إيش نقول صراحة. يعني موسيقى القمر فيديو جدا رائع. أبغى أتكلم معاك فيه يعني شوية, ولكن قبل كذا أكيد عندنا الألبوم القمر والمحيط. حابب أعرف منك, أنا ويمكن تكلمت عن هذا الموضوع, القمر والمحيط what does both represent لسنابتك؟ يعني أدري إنه المحيط حياة سنابتك, إنه يمكن هي مد والجزر, the good the bad. Tell me about أهمية القمر والمحيط بحياة سنابتك. الألبوم اسمه القمر والمحيط لأنه بيحكي عن مرحلة معينة من حياتي اللي هي كانت كتير لها علاقة بالليل. القمر هو بيمثل الليل, الحلم تبع الليل, والمحيط اللي هو الإشي الجواتي اللي الناس يعني واللي مربوط أصلاً بالسينابتك من خلال الأغاني طول الوقت يعني. فالقمر والمحيط هي المرحلة, يعني بحكي عن المرحلة اللي أنا كنت فيها بس بطلت أشتغل بالمستشفى كطبيب وأشتغل full time artist ونقلت من الأردن لفلسطين. صح. في ملاحقتي لحياة الليل, يعني تقدر تحكي يعني لحياة الفن والحفلات وهيك وفيش أي إشي تاني. فهو بحكي عن تجربتي بهاي السنة بالنقلة من الأردن لفلسطين, حياتي في فلسطين كفنان فول تايم من غير الطب وإيش مرقت كل هاي الأشياء. وكيف حاسس أنت؟ يعني you know, كان أكيد عندك شغف الطب وعندك شغف الموسيقى. أنت ناو الآن أول أبريل, كيف إحساسك؟ يعني أنا حاسس حالياً أنه علمت درس كتير مهم. كانت سنة, كانت رحلة يعني بقدر أوصفها برحلة, يعني هي كانت تجربة تعلمت فيها كتير أشياء. أنا حاليا رجعت أمارس مهنة الطب برضو يعني باي ذا واي وبس يعني عم بحب الطب كتير أكتر من زمان, وعم بقدر الطب كتير أكتر, وعم بقدر التوازن بالحياة أكثر. هل تعتقد الموسيقى لعبت دور بهذا الـ أنك ترجع تحب الطب مرة تانية ولا ما لها علاقة؟ بعتقد أنه التجربة نفسها بأنه أنت تكون كل حياتك بإشي معين بالفن وقديش كان بالنسبة إلي الإشي علمني أهمية الإشي التاني اللي أنا كنت عايش فيه, الإشي اللي قبل. تعلمت إيش كانت فائدة إني بروح على المستشفى كل يوم بداوم وإنه كان عندي هذا السيستم بحياتي. فالموسيقى كانت يعني لحسن حظي إني بكتب عن إيش بمرق, فالموسيقى كانت تشرح عن هاي الأشياء اللي كنت عم بستوعبها بهذيك الفترة يعني. ليث سنابتك, يعني أنت دحين نتكلم عن القمر والمحيط وهي يعني رحلة, كمان رحلتك أنت بكل شيء أنت مريت فيه, من زي ما قلت أنت يعني quitting الشغل حقك المديسن, coming off ريتالين, moving زي ما قلت لي دحين يعني رام الله وفلسطين وdedicating كل شيء, كل هذه الانرجي. ولكن أكيد اليوم يعني سبب أكيد محادثتي معاك اليوم هي عن موسيقى القمر. أنا شفت الفيديو مان. إيش أول شيء؟ تحياتي أكيد لك وتحياتي لكبريت وورنر ميوزك من الإيست, كل الناس اللي اشتغلوا. أنا صراحة I am blown away الانيميشن الفايب الانرجي. فما أعرف يعني أنا مش من النوع اللي أحب أحط الناس في بوكس. أنا ما أعرف ولا حأسألك أنت إيش تبغى الناس يأخذوا, لأنه أعتقد كل واحد هياخد شيء من هذا الفيديو. Yes. ولكن أنت كسينابتك إيش ممكن تقول لنا عن الفيديو؟ مثلا أنا لم يتاليو مثلا
there's a part when you go on لما تطلع على الحوت وفي البيل صح did the pill work انت لما when you put يعني حضنت الويل صار في elevation رحلة للقمر yo bro and I'm like يعني في tell me whatever you can tell me I'm leaving it to you الحوت هسه اقول لك بالاغنيه نفسها اغنيه موسيقى القمر هي اذا انت بتحكي عن الالبوم تخيل الالبوم زي كانه كتاب روايه او جرافيك نوفل ليتس سي اغنيه موسيقى القمر هي السمري تبعته اوكي الخلاصه يعني الزبده زي ما نقول في الحجازي قبل شابتر 1 فاهم كيف اوكي الأغنية بتحكي يعني الرسم اللي بالأغنية بيحكي عن بني آدم كان بغرفته وبيضله بالليل صاحي وبيعمل يعني بيضله يعني في عنده علاقة معينة بالليل بيشوف القمر من بعيد فكيف إنه حب القمر ولحق القمر وشو صار فيه لما لحق القمر شو شاف وشو تعلم وبعدين كيف لما لقى الحوت كان في فوقيه البل وهي البل هي بتمثل يعني بالنسبة لي الريتالين صح. وبرضه الريتالين بالنسبة لي بيمثل الأسباب اللي كنت أعمل عشانها موسيقى بمرحلة معينة من حياتي اللي هو القلق اللي كان يعمل لي إياه التوتر كل الأشياء اللي كانت تخليني أضلني بغرفتي وأعمل موسيقى فكيف إنه هذا المحل اللي كتير ملان مشاعر وهيك هو الحوت وكيف إنه بالآخر بوصل عند الحوت وبس يحط السماعة عليه الحوت بيموت فخلص بطل في حوت لأنه بطل في ريتالين فبتبلش يطير الحوت وبلش يحكي إنه يعني شو مرق وكيف إنه هو نسي مين هو فلازم هسه يتذكر مين هو فاهم علي؟ You guys, it's amazing. يعني هذه أطروحة. والله, you can write a thesis on this video. إذا هذا الفيديو الأول أنت بتقول إنه خلاصة أو pre-chapter, كيف الألبوم؟ Like, what are you doing, bro? لا, من صراحة من ألبومي الأول, ألبوم أم الموجات, كان من أكبر النجاحات ونجح بطريقة أنا ما كنتش متوقعها يعني وغير لي حياتي. فكان في عندي دايماً فكرة إنه if I want to do a second album, إذا بدي أعمل ألبوم تاني, لازم أتخطى كل التوقعات وأنا شغال على هذا الألبوم صار لي سنتين يعني فاهم كيف وأنا بني آدم بشغلي كتير صعب يعني Would you say you're a perfectionist يعني تحب okay. بطريقة بتخوف يعني إرهابي بالموضوع صراحة أنا يعني أنا كتير سيء when it comes للشغل تبعي أنا كتير بدقق وهيك فأخذني كتير وقت عبين ما وصلت مرحلة خلص حسيت انه اوكي هسه الالبوم الناس جاهزين وام جست انا كتير متحمس انه بس بدي احكي انه انا كتير متحمس اقدم لكم هذا الاشي اللي صار لي سنتين عم بشتغل عليه الاشي اللي جد بعيدا عن شغلي كفنان وبعيدا عن كل اشي انا يعني بحب اقدمه للعالم لانه جد من قلبي يعني فاهم كيف يا لا باين بس سؤال كده I'm curious هو الشخصية is it post apocalyptic I can't say that word is it that لأنه تشوف في factories in the back وفي هو قاعد what time was the video that يعني بأي تاريخ بأي زمن هو بس معمول بفكر هذا السؤال أكتر عند كبريت بس الفكرة إنه هو بس البرجين هدول المبنيين أيوة هدول برجين السادس اللي بعمان في برجين معروفين بعمان هدول البرجين هيك منبنوا عمرهم مش خلصوا هيك شكلهم فهي الفكرة just to show that كيف وإنه معزول الإشي عشان يفرجي إنه هذا البني آدم كان عايش لحاله فاهم كيف يعني wow. See, that's amazing. وهذا جمال صراحة الموسيقى اللي أنتوا بتسووها واللي أنت بتسويها كمان يعني سنابتك لأنه الناس اللي في عمان هيعرفوا هذا الشيء على طول حيكون فيه يعني visual recognition that's amazing طيب سؤال لما أنت استلمت الفيديو أو الدرافت أو whatever من كبريت شالت يعني والله amazing كبريت guy man يعني سعد روح كبريت ولو عندي ثلاثة fists أطلع ثلاثة fists incredible كيف كان ردة فعلك هل قدر really نقل كل شيء أنت تبغاه visually هسا يعني صراحة لما عدنا حكينا عن الفكرة أنا والتيم تبع ورنر حكينا الفكرة وهيك
انسمعت لي بعد ما حكيتها انه اوكي هذا الاشي مجنون يعني ما بعرف كيف راح اسويه بهالقد وقت وبكل هاي الشغلات يعني. وصراحة كبريت مش بس عمل الاشي عمل يعني يعني عمل الاشي يعني هي directed the thing لمحل لمحل كتير بجنن يعني. انا كنت طول الوقت يعني بس بستنى الدرافت اللي بعديه وبستنى الدرافت اللي بعديه. خلص انا سعيد يعني يلا صار لي فتره يعني شغال على هذا الالبوم وخلص يلا. هي زي ما يقولوا انه اكيد يعني انت تخبي شيء او يعني تشتغل على شيء ودحين اكيد العالم. هل هي سؤالين لك حبيبي دحين، هل هي انه انت بتعرض هذه الفكره الان this is just انه obviously موسيقى القمر هي انه اوكي انت بتتكلم عن الحياه، ايش انت تبغى يعني من الناس ياخذوا من هذا الشيء؟ because مثلا one of the questions is will the whale go up to the moon is you know يعني sometimes I think انه كيف يعني انت طريقه التفكير ما like wow this is another dimension وانصر ثاني تفضل. سوري يعني عم قاطعك وهيك عشان تحمست. بقدر اختصر لك الفكره تبعت الاغنيه باخر فيرس، بحكي بهذا الفيرس بديش اضلني اتشكون، هيني ما شاء الله علي شوفير بايدي ماسك المقود. شفت شباب هون ببلش احكي شو القصه، this is the story. شفت شباب جيلي تلحق نفس الحلم بس تغرق بالسموم بالهموم، حمله تراما لونها اغمق من الغيوم. مشكلتي اني بحس وبتاثر كثير اكثر من ايش مفروض بقدر، فباجي اغني واروح بس بضلني قاعد احضر هذا الفيلم، تتبعثر الفيجن لاقي حالي ناسي مين انا، لازم اراجع المحضر. ف it's about that, it's about you know like كنت اجي على فلسطين اغني واروح، فاهم كيف، اروح ارجع على المستشفى على شغلي وهيك. بعدين when I became a full time artist جيت وضليت هذا العالم، عالم الفن، الحفلات وكل إشي معاه يعني it's much bigger than حفلات. صح، كان عندي كتير فضول لإل هذا العالم يعني، أنا كنت دائما براته لأني كنت أعمل حفلات أروح على المستشفى أي إشي أرجع على المستشفى دائما. فروحت هناك وغرقت هناك كتير لدرجة إنه لقيت حالي ناسي من أنا، فعشان أتذكر من أنا لازم أراجع المحضر. إيش المحضر؟ الألبوم. فخلال فخلص I think ما أقدرش أحكي كمان يعني. I don't know صراحة أنا يعني في احترام جدا كبير لك والطريقة اللي بتسويها، وأكيد تحياتي لجمهورك. سنابتك إيش بتقول لجمهورك؟ الجمهور اللي دعمك من 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 الأول، الجمهور that believed in you وآمن فيك. عندك جمهور مخلص بطريقة جدا قوية and they love you, they love the way you think. إيش بتقول لهم؟ أول إشي بحكي إنه شكراً يعني أكتر من شكراً على كمية الحب اللي عم بأخدها يعني، لأنه صراحة الحياة كانت في مراحل معينة كتير صعبة وكان في دايماً يعني بس أكون ماشي بالشارع مرات يعني وحدا يشوفني يسلم علي يعطيني حب أو يوصلني مسجات من الناس وهيك، كتير حب كتير بقدره وكتير ساعدني بحياتي، فشكراً لكم. و سوري إني تأخرت عليكم بالألبوم وبس هاي إن شاء الله يعني هاي بلشنا وهذا الإشي مني إلكم يعني. واو لا بالعكس مان، تحياتي لك مان. beautiful beautiful way صراحة the way you did it everything سويته أنت في ال في ال في الألبوم في عفوا في ال في الأغنية هذه موسيقى القمر. shout out to Warner Music من الإيس و big up to you كبريت، you did an amazing job. الفيديو الآن موجود، go check it out, go see it. For me بس حابب أقول لك شيء سنابتك، أنا when I'm watching the video من جد أخذتني على عالم و I got immersed in it. I was wondering إيش حيصير، إيش هذه الحياة اللي هو عايشها، هذه الشخصية. There is when you saw the beginning كيف الحوت بدأ يجي و you know it's there يعني it's just beautiful the way it's done. وصراحة يعني ما أعرف تحس إنه لازم هذا النوع من الفن، أنا بتكلم عربياً، نحن دائماً impressed لما يصير هذا الشيء كذا برا أوه شوف إيش صار، ولكن هذا بتكلم عربياً والله ما ببيع الكلام، ممكن تسوي أطروحة عن هذه عن هذا الفيديو بس
تروح يعني والله I'm not يعني I think someone will do it you know. أنا صراحة يعني بس أشتغل على ألبوم أنا لأني شخص أنا شخص ربيت على الهيب هوب إنه بلشت أتعرف على الهيب هوب بعمر يعني كان عمري 19 20 سنة بس بلشت أسمع هيب هوب عن جد أكتر من إنه أغاني على التلفزيون فكان دائما عندي فكرة أو حلم إنه أعمل كونسبت ألبوم فاهم علي إنه بسمع كيندريك لامار جود كيد ماد سيتي مثلا بسمع كتير ألبوم اللي فيهم كونسبت فيهم ستوري yes. وهذا كان الجول تبعي بهذا الإشي وبس صراحة I think إنه I'm really happy أنا كتير سعيد بإيش عم بصير بالهيب هوب العربي بحب إنه أساهم بإنه الإشي ينعمل فيه إشي جديد كمان يعني القمر والمحيط 2021 هينزل اه ديفينتلي 2021 خلص خلصنا خلاص اوكي كويس في ديت معين ولا وي كان سي لا لسه ما فيش okay. يعني ما بقدرش احكي بفكر يعني يا كم اون مان ام كيدينج حبيبي براذر والله اتمنى لك كل التوفيق شكرا لوقتك and just be you man والله هذه هي يعني مع كل شيء انت بتسويه you always you ويعطيك الف عافيه ما شاء الله عليك يعني انسان رائع please you guys Watch the video, swipe up, go to YouTube, watch the video, share it. Synaptic, Warhim Music Melis, Kabrit. Habibi, wow. man. Wow. Habibi. Any last words, my brother? Go ahead. احضروا الفيديو و support it if you like it. وتناقشوا. تناقشوا. It's so provoking, man. هذا yeah. التناقش حيصير في تناقش كبير على الفيديو. Yeah. What's happening? What's the pill? Why? yeah. I'm excited. أنا متحمس أسمع الريفيوز تبعون الفيديو مراجعات الناس إيش بيفكروا هيك just to hear what they got out of it. I know. وبس صراحة من أنا كتير متحمس يعني I'm ready. أنا جاهز إني أشارك هذا. And it takes a lot of guts إنه تشاركنا بكل شيء بتحسه أنت. Synaptic, thank you so much, man. We say peace and love, my brother. حبيبي peace and love.